يوم نية؟ بصي هو عشان هاتف هو انا عاوز فلوس يا مامي. عايز فلوس ليه يا امي؟ بصي يا مامي انا عاوز فلوس عشان اجيب عوامة انزل اجيب عوامة البسين الكبير. عوامة للبسين الكبير عشان لو مفيش واحد بتاع اطفال عاملين عشان الاطفال اللي زيك ينزلوا. يا ماما بيوصل لحد هنا يا ماما بقى سقعانة. هم عملوا بتاع اطفال ليه؟ ما عشان تنزلي فيه. هم عملوا بتاع اطفال ليه؟ مش عشان تنزلي فيه ولا عشان تيجي تدفعيني فلوس تاني عشان تنزلي البسين بتاع الكبار؟ معلش يا ماما هقول لك على حاجة وأنا غلطانة والله العظيم. أنا أصلا كل أصحابي بينزلوا ماما بس يجيب مع ماما وأبهاتهم وأمهاتهم. أنا غلطانة أنا طلعت من البيت، أنا غلطانة أنا فكرت إن أنا أفسحك في يوم وأبسطك. لازم أبسطك لازم تعتني عليا وتنكتي عليا، صح ولا مش صح؟ روحي دي هعمل البسين بتاع الأطفال. روحي. حاضر. خليها عايزة تسيب قدام الناس. روحي. الجو حلو قوي النهارده. الجو جميل جدا والبسين كمان جميل. اه هنتغدوا ايه بقى النهارده؟ ناكل سمك. هو انا مش جاي معايا سمك بس هاكل معاك سمك. سمك حلو. ماشي. ماشي. تيجي نحجز الاكل؟ يلا بينا. بس قبل ما نحجز الاكل في ايه؟ خدي هحط الفلوس دي في الشنطه. حاضر. ايوه خلي بالك. ماشي. تعالي بقى نحجز الاكل ونيجي. يلا كوكي؟ يلا. يلا هدى. نعم. كفايه كده بقى لعب المناهج. بصراحه ما توصلش عايز اقعد شويه. انا مت من جوه. خلاص مش يلا بينا عشان الهدى. يلا يلا يا كوكي يلا. بس شاطر. طب يلا يلا ناكل من جوه تاني. فلوس عشان اروح احاسب على الاكل. محمد الفلوس مش موجوده. ازاي يعني؟ مش تحتهم في الشنطه؟ هو انت اديتهم لي اصلا؟ ايوه اديتهم لك يا بنتي دوري كويس. انت نايمه ولا ايه؟ التليفون موجود بس الفلوس مش موجوده. ازاي يعني؟ سرقت يعني ولا ايه؟ مش عارفه بس الفلوس مش موجوده في الشنطه يا محمد. اتسرقنا؟ محمد انت ما عطيتنيش حاجه يا محمد. ازاي يعني؟ طب الفلوس هتروح فين يعني؟ يا بنتي يعني؟ ما تاخد الفلوس وحطها في الشنطه. حماده حماده اه اه اتفضل يا استاذ. كان في فلوس في الشنطه هنا مش لاقيها. شفتهاش؟ انا زيك هنا، انا جاي بشرب قهوه بلعب الاطفال هنا في ايه؟ انا اديت لمراتي فلوس تحطها في الشنطه. انت ما شفتش الفلوس؟ انا مالي بفلوسك وانا مالي بشنطتك. بس انا شايفك انت اللي قاعد قدامي يعني اقرب واحد ليا. انت متخلف يا عم ولا ايه؟ انت شايفني حرامي ولا ايه؟ اتكلم براحه شويه. تغلط ليه طيب؟ شايف اخد حضرتك بيتكلم ازاي يا استاذ؟ خايف على فلوسه. انا جاي هنا زي زيكم.
تتكلميش خالص. ما قلت لها انا بسالك بس، انا ما قلت لها انا بتاخد حرام، انا بقول لحضرتك كان في فلوس ده معنى الكلام كده، ده معنى الكلام انت تقول ان انا حرام. انت ما شفتش حد مثلا جاي عند الفراغ يا عم؟ انا مالي بيك يا عم، تصحى لحد يا عم. انا اسف انت دلوقتي مش صاحي لحدك، انا مالي دلوقتي؟ انت جاي هتبوظ اليوم بتاعي. انا كنت بجيب اكل يا عم. انا مالي تجيب اكل لما تجيب؟ انا سالتك انت كنت فين. شكرا يا استاذ. شكرا. انا سالتك دلوقتي كنت فين. خلاص يا استاذ. شكرا. انت كلامك مش عاجبني اصلا. عملكوا اكل النهارده تحفه جدا. ماشي يلا بينا. من الاول طلعوا كده الشوك والمعالق من هنا. ايه ده؟ فلوس مين دي؟ فلوس مين دي؟ مش فلوسنا. انت يا بت فلوس مين دي؟ انا ما اعرفش والله يا ماما. فلوس مين دي يا بت؟ ما تردي، سكتت كده ليه؟ اقول لك بس مش زعقلي. ردي. فلوس مين دي؟ شايفه عمو اللي هناك ده يا ماما؟ اه قاعده بصراحه خدت منه فلوس دي. هو كان رافع مكان كان عايز يلبسه. سرقت الفلوس؟ يا ماما انت ما تجيبليش حاجه يا ماما، انت مش بتخليني اشتري اي حاجه. انت حبيتي تسرقي فلوس من حد عشان اجيب لك حاجه يا عبيطه؟ انت ما تقدريش تجيبي حاجه والله. يا جزمه ده الراجل عمال يزحق من ساعتها، انا معرفش بيزحق ليه. تعالي تعالي شويه قدامي. اتفضل يا استاذ. دي الفلوس بتاعتك دي؟ هي دي فين؟ هي عليك واحد يا حماده. انت بتهزر يا استاذ؟ اه بس انت السبب. فلوس اللي ضاعت يعني. انت السبب، انت ست مهمله. انا عملت لك ايه؟ انا مالي انا؟ انت جايبه الشنطه دي ليه؟ رايحين نجيب الاكل مش تاخديها معاكي؟ انت قلت لي حطي الفلوس في الشنطه، انا ما خدتش بالي يعني. لو سمحت انت ما كنتي قاعده جنبنا، احنا سيبنا الشنطه هنا وخدت فيها فلوس، رجعنا ما لقيناهاش. ما شفتيش الفلوس؟ حضرتك انا مشيت. انا يعني ايه اللي هيخليني امسك شنطتك اصلا؟ ما اعرفش، انا رجعت ما لقيتش فلوس. اتاكدي بس كويس. لا خدينا حضرتك فلوس، ما خدتيش بالك منهم؟ لا والله. ما فيش الا انت قاعده اللي جماعه، انت قاعده جنبنا. انت جماعه قصدك ايه؟ يعني انا اللي خدتهم؟ احنا ما قلنالكيش ان انت اللي خدتيهم. شفتي حد يعرف؟ مش حد. اتاكدوا تاني. والله ما في حاجه في الشنطه. انا ما شفتش حاجه. انا قاعده اصلا، انا ما كنتش قاعده، انا مشيت زي زيها. رايحه فين يا استاذه؟ ايه كده بتروحي فين؟ يعني ايه رايحه فين؟ انت اللي خدتي الفلوس الشنطه. انا خدت فلوس ايه؟ ما خدتش حاجه. فلوسنا راحت اتسرقت. والله العظيم انت ست مهمله. انت جايبه الشنطه دي عشان تعملي بيها ايه؟ مش عشان تاخديها معانا. هنروحوا ازاي دلوقتي؟ انا قلت اخدش الترابيزه بالشنطه. كمان جعان وميت من الجوع، هناكله ازاي؟ وهندفع الفلوس هنا ازاي؟ اعمل فيك ايه؟ انت ما بتفهميش يا بنتي؟ مش ترجع معاكي، مش قلت لك خلي بالك من الفلوس؟ ما انا قلت احجز الترابيزه عشان ما يرجعوش، ما لقوش الترابيزه. انا اعمل ايه؟ بص هرجع الاقي الفلوس معاكي، مش عارف اجيبهم ازاي. انا بقول لك انا اجيبهم ازاي انا؟ والنبي لو سمحتي ما شفتيش الفلوس؟ يعني انا لو شفتها هساعدك والله، يعني انا لو شفتها هخلي حد ياخدها. انا مش عارفه، خايفه جوزي يرجع ما يلاقيش الفلوس. انت قلتي من مكانك ما خدتيش شنطتك ليه معاكي؟ انا قلت احجزي الترابيزه. ما تحجزيش الترابيزه، انت خدي معاكي شنطتك فيها حاجه مهمه، خديها. مش سيبي الشنطه وتقوم، انت كده غلطانه. انت ما شفتيش اي حد جه فتح الشنطه؟ انا قمت والله زيكم، انا قمت مشيت بره بعيد عن الترابيزه خالص، انا ما شفتش حاجه. انا مش عارفه اعمل ايه. افتحي الشنطه تاني وتاكدي ان الفلوس مش موجوده. والله فلوسي بالراحه كده، يمكن انت مش شايفه ولا حاجه. والله مش موجوده. حتى اللي خد الفلوس ما خدش التليفون. بصي لو سمحتي الفلوس كانت واقعه تحت الترابيزه. ايوه فلوسي. الحمد لله شكرا جدا. خلي بالك ايه بس، اتزحلقت من الشنطه ولا حاجه؟ والله العظيم جوزي كان هيبهدلني. لا يا حبيبتي مش اي حاجه، بس خلي بالك بعد كده وانت بتفتحي السوستر خلي بالك مفيش حاجه تقع منك. ماشي شكرا ليكي جدا. لا ولا ايه والله. انا سامعه بيزعق من ساعتها والله، مش عارفه ليه بس معلش. الله يبهدلني. ربنا سترها الحمد لله. ناديه بقى وقولي له. ماشي حاضر. معلش انا هشكرك جدا. لا وعلى ايه؟ على ايه؟ معلش ده انت ناقص. اسكت ايه؟ ما عشان يعني معلش معلش. ماشي. لقيت الفلوس؟ ايوه لقيتها. طنطي دي لقيتها. لقيتها فين؟ حضرتك لقيتها تحت الكرسي هنا، كان تحت الكرسي. انا وانا ماشي احنا دورنا تحت الكراسي وقلبنا الدنيا كلها. بس ممكن تكون ايه من الخد حضرتك ما شفتهمش بس. الحمد لله ان احنا لقينا الفلوس.
الفلوس وبشكرك جدا. ولا يهمك، لا ولا يهمك خالص، ده واجب عليا والله. ماشي شكرا. ماشي عايزني هي محمد الفلوس الحمد لله. انت نايمه عدلي نايمه، عايزك تصحصحي كده وتفوقي. محمد غصب يلا عني. بينا خلاص يا محمد، والله ما بخرج تاني. سابك معايا في البيت انا هخلي ابوكي يقطعك. مش هسيبك والله ما هسيبك. تعالي يلا يلا البسي ونروح يلا يلا.